أسد مغربي؟ لامين يامال او لا الامين جمال. اسد مغربي وغيبقى مغربي واخا اختار المنتخب الاسباني، لان الاب ديالو مغربي والجده مغربيه والام غينيه. بالنسبه للاب ديالو بزاف ديال الناس كتقول بانه مشى حارك، لا غلط. المهم لامين يامال في المستقبل عقلوا على هذه الهضره، هذه غادي يختار المغرب بحال اللي وقع المونير الحتادي من بعد ما والدي قال لك حنا هربنا من الفقر من المغرب، ما يمكنناش نختاروا البلاد اللي سمحت فينا وما عطاتناش العيش الكريم. وهذا الشيء اللي غادي يوقع لامين يامال ان شاء الله، وعقلوا على هذه الهضره. ولكن الاسطوره لامين يامال تيقولوا بانه خذ البركه من عند ميسي من بعد ما قام بالتحميم ديالو في السن الاول ديالو، العام الاول ديالو قام بالتحميم ديالو وخد معاه بزاف ديال التصاور. وبزاف ديال الناس كيقولوا بان ميسي عنده البركه ديال ميسي، داك الشيء علاش لامين يامال طلع بحال ميسي. ولكن ملي سولوا لامين يامال في واحد الانترفيو قال لهم احسن لاعب هو كريستيانو رونالدو. اسمع معلم، شي بنادم كيفاش البلان ديالو، هذا هو البلان. اذا لامين يامال اسطوره، لو انه اختار المغرب او ما اختارش المغرب، المنتخب المغربي فوق الجميع معلم، والمنتخب المغربي غيمشي مزيان وغادي يزيد لقدام وغيدي كاس افريقيا وكاس العالم باذن الله عز وجل. وعندنا احسن من يامين يامال هو اخو ماشي معلم ميسي، واحسن من ميسي باذن الله عز وجل. شي غتشوفوه في المستقبل، لان الكره المغربيه دارت واحد الثوره رائعه جدا. لامين يامال 17 سنه واول مره كيلعب مع البارسا او فريق برشلونه رقم الاول، كيلعب على 16 عام. 16 عام معلم، اول مره كتوقع في التاريخ وشي ولي هداف تبارك الله، وحاليا يعول عليه ان شاء الله غيكون لعاب في المستقبل رائع. الا لما اثرش عليه با، لان با هاد الايامات فيه المشاكل بزاف وفيه الاستفزازات بالنسبه للجمهور المغربي، وهذا الشيء ما خصوش يكون. صافي اختاريتي تمثل المنتخب الاسباني بصحتك، سير الله يسخر لك شي حد ما سوقوفك، ولكن الاستفزازات لا، ما تنساش راك مغربي وراك الاصل ديالك مغربي. داكشي علاش خلي كل واحد الله يسخر ليه. صافي شبعتي الفلوس، من حقك، حقك عندك حق اختيار، تختار واش الفلوس ولا الوطنيه. ماشي بحال زياش اخو ماش بن صغير، تبارك الله عندنا لعابه في مستوى رائع، حكيمي، بزاف ديال اللعابه اللي اختاروا الوطنيه ديالهم، وهذا الشيء كيعطيهم قيمه شمع الفروق ديالهم. ملي انت كتختار واحد المنتخب تيقول لك انت ضحيتي، في الاول كنتي كتقول انا مغربي وكان باغي نختار المغرب وفي الاخر درتي. اذا في هذه الحاله شنو غادي نقولوا؟ غادي نشي احترمك، هذا هو اللي كاين، والله يسهل عليه الاولى والاخرى، الله يسهل عليه علينا وعليكم ان شاء الله.